واصل الطيران الحربي الروسي حملته الجوية المستهدفة لمناطق ريف حمص الشمالي لليوم 15 على التوالي، وأكدت مصادر حصول 3 مجازر كبيرة ضد العائلات المدنية نتيجة للقصف الجوي الذي استخدمت خلاله المقاتلات الحربية الروسية الصواريخ الفراغية والقنابل العنقودية المحرمة دوليا، حتى وصلت أعداد الضربات الجوية إلى أكثر من 20 غارة يوميا، كان آخرها استهداف بلدة الغنطو والتي سجلت معظم ضحاياها من النساء والأطفال. يأتي ذلك مع استمرار الحصار الحكومي المطبق على مناطق أخرى من ريف حمص الشمالية والمفروض منذ أشهر عدة، ما يزيد من مستوى صعوبة الوضع الإنساني الذي يعيشه المواطنون هناك. أول مجزرة طافية البيت الأسياب، والمجزرة الثانية المجزرة الثانية رافية 7 أشخاص، وهلا من جديد من شهرين شوى متجرة شي 16 واحد، هذا الجرحى. يعني اقول لهم في داعش، هون في نصره، هون في شيء، ما في، عم يضرب الاهالي. يعني اكثر شيء بيضرب الاطفال والاهالي هون، عم يتحججوا بالداعش، ما داعش والنصره، ما نصره، ما في. واصابات الارهابيه هون ضياع امن، يعني ما اشوف غير بالليل، بالنهار ما تلاقي غير بيجيك الضرب. شو الطيران الروسي يا خالتي؟ كل نهار بالليل وبالنهار عم يضربنا، كل الليل وكل النهار، وعندنا اطفال الله وكيلك الليل ما عم تناموا، وبضرب بالليل وبالنهار. بالليل نقول الحمد لله، يعني الصبح برد كمان مدفعيه، اليوم مجازير، من نهارين 3 مجازير، من 3 4 اشهر رحنا 50 واحد بفرد ابوه. شو يعني شو بدي اقول لك؟ ما في نهار الا 20 و25 واحد عم يروحوا. اقسم بالله بعد ايام 3 ايام ما عم ناكل، بتصدق ولا بكيفك؟ 3 ايام بيوتنا ما فيها شيء. الله وكيلك الاطفال كلياتها، اذا الاطفال عم تصيح بدها تاكل ما في شيء، ما نعم نستطيع نطلع نجيب شيء، واذا بدنا نطلع نجيب شيء كله بالنار. كنا نروح على المدرسه بس صار في غارات الطيران الروسي، والاولاد صارت تخاف رعب من صوت الانفجار اللي عم يضرب الطيران الروسي هون عندنا بالغنطه. صار هون الاولاد كانت تروح، بعدين صار يضرب المدارس عندهم بالغنطه. بعدين على الطلاب نهار يروح اثنين، هاي يروح ما في، بعدين ما حد صار يروح. بعدين على الطلاب بعد حد يروح، ولهلا هاي الحالة، وهلا صار عندنا شي 5 مجازر عندنا.